دكتور، سؤالنا عن المسارات التي لديكم. أنت كما ذكرت ربما في بداية حديثك عن أن لدينا المسار الصحي، ثم المسار العلوم التطبيقية، ومسار العلوم الإنسانية. كيف جاء بداية اختيار المسارات؟ وهل تغطي هذه المسارات كافة الكليات والتخصصات لديكم، أم أن هناك كليات وتخصصات لا توجد لديها أو لها سنة تحضيرية؟ اختيار المسارات كان بناء على يعني حزمة الكليات. عندنا حزمة من الكليات الصحية تدخل في هذا المسار، مسار العلوم الصحية، وحزمة من الكليات التطبيقية تدخل كذلك، وأيضا حزمة من المسارات الكليات العلوم الإنسانية تدخل في هذا المسار. فكل مسار يؤهل حقيقة بداية إلى الطالب ويعده إلى دخول الكليات المعنية. ممتاز. نعم. لكن التخصص، هل كل الكليات لها سنة تحضيرية، أم أن هناك تخصصات؟ بالنسبة للفترة الحالية عندنا بالجامعة فقط، يعني أغلب الكليات فيها سنة تحضيرية، بعض الكليات يعني لا توجد بها سنة تحضيرية. مثل إيش دكتور؟ تحديدا هي كلية التربية. نعم. كلية التربية الغرض منها الآن، حتى الكلية عندهم يعني خطة لأن تكون كلية ليست تمنح درجة البكالوريوس، بل الدراسات العليا والدبلومات، فلذلك يعني لا تتطلب وجود سنة تحضيرية في الوقت الحالي. لا تحتاج.